مشجع لمانشستر سيتي قاعد بيتفرج على ماتش ليفربول وساوثهامبتون ليه؟ اكيد عايز يشجع ساوثهامبتون، مش محتاجه ذكاء اي يا عزيزي. ان شاء الله باذن الله رافع زون هاتل ورجالته قادرين ان هم يعملوا حاجه في ملعب الانفيلد. بلا انفيلد مرعب، بلا كلام فاضي، احنا رحنا قطعناهم هناك في الانفيلد، بس التحكيم والظروف ان شاء الله باذن الله خير. الملاحقوا يسجلوا بسم الله ما شاء الله. جوتا خير خير خير. انا هقوم عشان خاطر عندي ماتش بكره مع ويست هام، ماليش دعوه اكمل لوحده. متسرعين قوي بتاع السيد دول يا اخي، تاريخهم صفر وفي الاخر قاعدين يتكلموا وبيتكلموا كلام كتير جدا يا اخي. تعرف انت في الكوره ان شاء الله باذن الله ساوثهامبتون هيرجع في النتيجه، احنا عارفين رفع هزونهات العادي بيلبس اجوان وبيرجع، يعني ما ملهاش قبل كده في الدوري، بس اعملها ان شاء الله باذن الله النهارده قدام ليفربول ان شاء الله خير باذن الله. على فكره الكره دي فيها انزبولا على ترند، او والله الكره دي فيها انزبولا على ترند. شفت الاعاده؟ شفت الاعاده؟ بس التحكيم، التحكيم يا باشا في الانفيلد هنعمل ايه؟ التحكيم لازم يوقف مع ليفربول. اه والله يعني عايزين نفهم، طيب يعني الدنيا بالنسبه للدوري رايحه فين وجايه منين؟ هو صلاح عصر يعمل اسيست؟ لا اله الا الله. بس والله ما اعلم، هو اي حد يعني يقول لك ان صلاح ما شافش جوتا، بس خلاص هي بنسبه كبيره جدا خلاص خلصت كده، يعني 3-0 في الشوط الاول خلاص الموضوع خلصان بشياكه. بس الواد تياجو بسم الله ما شاء الله من ساعه ما اتقال ان هو رايح برشلونه واتدبي في الروح من اول وجديد وبقى لعيب كوره. لا خير 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 ان شاء الله، خير ان شاء الله باذن الله. رفع زمانه الادل يعمل حاجه. الشوط الثاني لا ده فان دايك سجل. لا احنا نقوم يا باشا عشان خاطر عندنا ماتش بكره مع مانشستر. خلاص مبروك لهم الفوز، دول مساكين قوي عايزين نتعادل مع ساوثهامبتون هنا في ملعب في الانفيلد. لا 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 لقد عاد جحيم الانفيلد من جديد، سترون ليفربول مغاير غير ليفربول اللي شفتوه السنه اللي فاتت. لا 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 ليفربول جاي ياخد البطوله يا باشا، ليفربول مش جاي يهرج. ومع احترامي لاي حد مشجع لاي نادي غير ليفربول، اتفرج على الماتشات بتاعتنا ليه؟ اتفرج على الماتشات عشان عندنا احسن لاعب في العالم ابو صلاح مثلا، ولا عشان عندنا ساديو ماني واحد من احسن لاعب افريقيا، ولا عشان عندنا الموهبه البرتغاليه جوتا، ولا خط النص بتاعنا اللي مفترض كان دفاعي والحمد لله رب العالمين النهارده عمل جيم هجومي 10 على 10 وتياجو سجل، بس الجيم الدفاعي بالنسبه لنا كان ضايع شويه. دول تصديات اليسون بيكر وخط دفاعنا اللي فيه كوناتي واللي فيه فيرجيل فان دايك الله ينور عليهم، ولعيب زي روبرتسون ده مكسبي النهارده، مش مكسبي الاربع اهداف، لا 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 انا مكسبي النهارده روبرتسون. روبرتسون عمل ماتش فكرني كده ان الواد تاكاميتسو، هو تاكاميتسو الواد اليوناني اللي احنا كنا بنلعبه الماتشات اللي فاتت، خلاه يسخن كده ويحس ان في شويه منافسه. بس هو الواد بصراحه اسمه غريب، حتى لو مشجعي ليفربول تقريبا هينسوا الاسم برضه. كوستانتينس تسكيمينيس، بص هو اعتبره تاكاميتسو، اعتبره ياباني يا معلم. بس المهم ان ليفربول عمل مباراه عالميه، ويورجن كلوب وقعد في اوف قال لك هخرج تياجو في الدقيقه 60، كلوب عشان راجل محترم خرجه في الدقيقه 58. فانتوا عايزين ايه يا جماعه؟ عايزين ايه؟ لعبنا وان سايد جيم في ملعبنا في الانفيلد ضد ساوثهامبتون، فرقه محترمه، كان عندنا اخطاء دفاعيه طبيعي، اي فرقه لازم ما تلعبش ماتش مثالي، بس طالما كسبنا 4-0 يبقى ماتش مثالي غصب عن بوز اي حد، معلش يعني ده حاجه طبيعيه. وموضوع هاند بول ده الحكم شافها يا باشا، الكوره بتاع الترند دي بطلوا ظلم بقى وبطلوا افتراء، ما انتوا كلكم بتتجاملوا، جت علينا احنا يعني وبعدين احنا ما بنتجاملش، ده هي الكوره ما جاتش في ايده وكوره استفدنا منها وسجلنا الهدف الثاني والحكم هو اللي كان شايف اللعبه. اما مينر بقى ومينامينو واليكس شامبو لا قدموا اداء كويس. بص ما فيش اي حد في ليفربول النهارده كان سيء، مش كسبنا 4-0. ليفربول جاي لك، ليفربول جاي لك يا دوري، جاي لك دوري، ومع احترامنا للسيتي ومع احترامنا لتشيلسي شوفوا غيرها. احنا مركز تاني بس ان شاء الله باذن الله املنا في الغريم التقليدي بتاعنا نعمل اي حاجه بكره مع تشيلسي ويعمل اي نتيجه ايجابيه مع تشيلسي. وعاش ليفربول، عاش الانفيلد، صلاح احسن لاعب في العالم. ان عجبك هذا الفيديو اعمل لايك، ولو ما عجبكش فبراحتك يا اسطى، اعتبر نفسك مشجع لتشيلسي او مانشستر سيتي وجيت النهارده عشان خاطر تتفرج على ريدز وهو بيتعاملك في الانفيلد.